متتبعي قناة فاسبريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة هذه غادي نناقشوا الدخول الاجتماعي. حنا الآن تتواجدوا في شهر شتنبر 2024، مفروض أن يكون واحد النقاش العمومي في قضايا اللي مطروحة على الساحة، ولكن الملاحظ هو أن كاين واحد الفتور وكاين واحد البرود على مستوى النقاش، سواء من طرف بعض الأحزاب أيضا من طرف مجموعة من النقابات. من أجل ملاقاة هذه القضية هذه نستضيف سي عبد الجليل أبو المجد، مهتم بالشأن النقابي. سي عبد الجليل مرحبا بك. اهلا، تحياتي. سي عبد الجليل، علاش كاين الفتور والبرود في الدخول الاجتماعي الحالي، علما ان الظاهره يعني بدات يعني سنوات هذه، ماشي غير في هذا الموسم هذه. ما تكونش واحد النقاش عمومي، ما تكونش واحد فضاءات للنقاش وطرح القضايا الا ما تفرضه الطبيعه في هذه السنتين، يعني زلزال تاع الحوز وايضا الفيضانات اللي تاع 8 شتنبر 2024. قبل كل شيء اولا ينبغي ان نشير بان العاده جرت في جميع الدول في العالم الأسري بعد العطلة الصيفية يتم في الدخول الاجتماعي والسياسي، يتم العمل على استحضار الأولويات. وهذا الحال العمل على استحضار الأولويات يتم واحد النقاش للعمل على معالجة الأولويات والقضايا الشائكة المطروحة في كل دخول اجتماعي سياسي. يبدو ان في المغرب هناك واحد تراجع وتقلص في هذا النقاش المستفيض حول القضايا الشائكه بحال ندره الماء الى اخره والمسائل ديال الدوله الاجتماعيه. اعتقد ان الامر في السنوات الاخيره في انتظاريه، تقوم واحد مجموعه العوامل منها ان ينتظرون وصول المذكرة أو القانون المالية المشروع ديالو باش هما يوجدوا النقاش ديالهم ويوجدوا النقاط والخلاف. كما تعلم أن القانون المالية هو أهم قانون في السنة عموما، فيه يتم بناء على واحد مجموعة الفرضيات واحد المعطيات واحد المعلومات، تتم إعداد القانون المالي للاستجابة للمطالب ديال الحاجيه ديال المؤسسات وذلك المطالب ديال المجتمع عموما النقابات. اذا اعتقد ان في هذا الساده لذلك كاين واحد برزت خصوصا تنتظروا قانون الماليه مشروع قانون الماليه عاد غادي تجي الاحزاب وتجي لا البعض تيقول بان الاحزاب والنقابات هي تشد العطله في الصيف، فهمتي ولا لا؟ وان تتكون مشغله بالعطله فاش تدخل الدخول الاجتماعي يلا يلا تبدا تدخل كما تيقولوا بشويه بشويه. اكيد والمفروض ان خص الاحزاب والنقابات تشتغل في الصيف اعدادا للدخول الاجتماعي. خصها تكون عندها اكاديميات، الاحزاب عندها تمويلات، خصها تكون عندها مدارس واكاديميات يوجدوا النقاش قبل من في خلال الصيف، راه كاين اطر ديالهم. ولكن عندنا حنا ضعف هذا المشكل، هذه المسألة بالضبط ماشي غير المغرب ولكن كاع في الدول العربية. هذا المشروع هذا ديال الأكاديميات وديال الباحثين والخبراء ديال الأحزاب تيكونوا في المدى في الغالب هو راه عند الأوروبيين، عند الصينيين، عند الروس، عند الأمريكان. هذه هو الأحزاب تتكون كأنها هيئات بحال قائمة الذات متوفرة جميع على جميع الإمكانيات المادية والبشرية خصوصا البشر. غير بالنسبة لهذا العام الدخول الاجتماعي عنده طبع خاص، لأن كاين أولويات الأولويات. هي كما تعلم أن كاين مشكل كبير، مشكل كبير هو ندرة الماء. سنين هو المسائل الماء في تقلص في تراجع، الآن تتم معالجة هذه كهاجس أول والأكبر. وأعتقد أن هذا الهاجس الأكبر منكب عليه الحكومة وفي القانون المالي كانت أرصدة استثمارات مهمة كبيرة لهذا الجانب المالي المائي بالنسبة للشرب وللفلاحة، لأن الماء سواء اليوم أو البارح، لأن المغرب دائما عنده هذا المشكل كيف قلنا ديال الماء. فبالنسبة للحماية كانوا الناس فطنوا لهذا المشكل الماء. حنا ما قديناش دائما العبرة، ما تناخذوش دروس من الماضي، تنخليو حتى تتوقع المشكل عاد عاوتاني. وهي اليوم حاليا خصنا ناخذوا الدرس والعبرة من هذا الشيء اللي وقع. في القديم كانت في إبان الحماية كانت عناية خاصة بمشكل المياه، حتى أن واحد
المقيم العام اللي جا مورا اليوتي، جاء بعد اليوتي يسمى تيودور ستيك، هو المقيم العام الثاني، كان تيقول واحد القولة مهمة، أنه ماروك من المغرب باش تحكم المغرب يجب أن تمطير، يجب أن يكون المطار يعني لك المطار كل شيء بيخير. كيف بالفرنسية يقول او ماروك غوفرني سي بلو فوغ بلو فوغ بلو فوغ يعني لا بلوي يعني وهاد كانت تنسب ليوتي ولكن هي ديال هاد ستيك لان كان ستيك هو كمقيم كحاكم عام في الجزائر ومن بعد جابوه هنا باش جا انتقل للمغرب من بعد اليوتي وقام بواحد المسائل اللي اعتنى خاصة بهذا الشيء ديال الماء لأن كان عارف بأن كاين مشكل الماء وخص قنوات خص سميتو البحيرات خص واحد المجموعة الخزانات وقام ببعض لأن هو الأول بدا في عملية السدود من بعد جات من بعد الاستقرار كان نفس الهاجس لأن تعلم كما تعلم تعرف أن الحسن الثاني الله يرحمه كان يعتني بالهاجس ديالو الأول كان الماء كان يعتني بالسدود إلى آخره خصوصا في افتلاة العهد ديالو خصوصا في العقود الأخيرة كان كل عام تقريبا سد علاش لأن عارف بين المغرب والماء والماء هو المغرب ولكن ما كانش نقاش حاليا ومن النقاش خص يكون نقاش من النقاش تيبان النور تيبان الضوء الفرنسيين تيقولوا دو لا ديسكسيون جاي الى حتى هذا الموضوع هذا حتى ما فيش نقاش اللي هو نقاش ما فيش هو هام كلشي المغاربه لان الحل الماء هو المغرب والمغرب هو الماء فهمتي الانسان ما يقدرش يفوت ثلاث ايام في الحياه ديالو بدون ماء يموت الماء هو كلشي فهمتي اذا هذه من النقط اللي لحد الان مازال ما فيها منكبين عليها هذا النقاش العمومي اذا كانت الحكومه منكبه على هذا الملف تاع الماء وكذا لا ترصد كما قلتي اغلفه ماليه لهذا الشان هذا ولكن النقاش العمومي يعني مسؤوليه من واش الاحزاب واش النقابات واش المجتمع المدني هو الماء مسؤولية مش غير في الماء في يعني في جميع القضايا اللي تتهم المواطن هذا موجة غلاء اللي تتعرف هذا بالمجتمع جميع الأطراف معنية جميع الأطراف معنية كما نعتني لأن النقابات هي أو الأحزاب هي مدرسة عندها فروع الحزب تلقى هذا جناح مكلف بالشؤون الاجتماعية هذا جناح بالشؤون المالية هذا مشكل الخارجية العلاقة مع الدول العلاقة مع البرلمانات إلى آخره هنا الأحزاب عندها الدور الكبير وكذلك المجتمع المدني بما فيه من النقابات النقابات هي عندها خصوصا المركزيات الكبرى الأربعة والخمسة خصها تكون نقاش والطاولات للحوار داخل النقابة داخل الأحزاب وعندهم هما أساسا أن الدولة تعطيهم واحد امتيازات وحقوق حسن لأن عندهم واحد الدور في التأطير تأطير المواطنين إذا فمن دي من الأمور اللي خصها تعالج وتناقش بجديه هي مشكل المياه والحفاظ على الثروه المائيه المتبقيه. واخا بالنسبه لك انت يعني كمحور ثاني شنو القضايا الكبرى اللي خصنا نفتحوا فيها نقاش عمومي حاليا؟ البعض تيقول لك قانون الاضراب، البعض تيقول لك التقاعد، هذه الملفات اللي هي تتجرجر سنه بعد سنه. اولا الامور هناك مجموعه الملفات من هذه كي قلتي قانون الاضراب. قانون ديال الاصلاح نظام التقاعد بالنسبه للضريبه على الدخل راه غادي تكون في قانون الماليه قانون النقابات في قانون النقابات لانه يوازي يسير هما سبقوا قانون الاضراب وطلقوا قانون النقابات النقابات مهم لان غادي يحسن لنا هذا الجسد النقابي باش نغيروا العقليه الانسان النقابي لان ما يمكنش تبقى الامور بهذه النقابات بهذا الشكل فوضوي اكثر من 30 نقابه خص نقابه تكون محصوره ومحدوده ومهمه تكون واحد في حدود معينه ماشي غادي نديروا الاحاديه ولا ولكن تكون تعدديه نقابيه رشيده عقلانيه بالنسبه للملفات الشائكه الاولويه دائما تنهضروا على الاولويه الدوله منكبه على تاسيس نحن نؤسس الان نؤسس الدوله الاجتماعيه هو كانت الدولة الاجتماعية في بداية الاستقلال لا ننكر ذلك العهود القديمة كانت مساعدات إلى آخره الكريمات الأراضي السكن الاجتماعي كانت أمور كثيرة ولكن مع الخصوصات تقلصت
الدولة تتقلص تتقلص تتقلص، إذا بدأت الفوارق تتزاد، اغتنى البعض وصيب بالفقر بعض الأكثر. إذا هنا الدولة الاجتماعية هي أساسية، هي فيها نقاش درك، وهذا هو دور الأحزاب ودور النقابة. أشنا المنظور ديالك التصور لهذه الدولة الاجتماعية؟ ماشي الدولة الاجتماعية سهلة ولا كلمة تطلق على عواهنه، راه مشكل كبير. الدولة الاجتماعية راه من أولا هي ما معنى الدولة الاجتماعية ليتا سوسيال، راه هي الدولة اللي تتقوم بحماية المواطنين وتتعمل على الرفاهية ديالهم. واش حنا كاينين في هذه الحالة ولا عاد كانت ولا ما كانتش، أو لا حنا في الطريق الصحيح؟ لان علاش؟ لان صحيح ان الحكومه قامت بعض الاصلاحات في هذا الاطار، ولكن مازال ما وصلتش الاهداف المبتغاه، مازال ما وصلتش الاهداف المسطره. كاننا تمشيو رجعنا دائما النقطه الاولى هو البطء. هناك بعض الامور تتوقع البطء وكاين هناك تماطؤ. وبالنسبه لك بالنسبه لقانون الاضراب، واش الحكومه عندها الجراه باش تخرج القانون في ظل هذه يعني الموجه تاع الغضب اللي تتعتري الشارع؟ ولا اي قبل قانون الاضراب كاين مشاكل اخرى، كاين مشكل ديال القدره الشرائيه ديال المغاربه خاصها تعالجها. قانون الاضراب الا ما تعالجش اليوم في هذه الدوره، تعالج في تناقش في دوره الربيعيه في افريل او لا، ولكن الاصعب من ذلك والعقد والذي يمس المغربي في حياته اليوميه واللي تيجعلو يتيق في البلاد ولا ما يتيق، هي القدره الشرائيه. حنا عرفنا القدره الشرائيه خاصها تحل هذا المشكل. الناس غلاء مهول وبدعوى ان هذا الشيء ولا ما غلاء لان البترول والطاقه غالي في السوق العالميه، اذا تتنعكس على السوق المحلي وعلى باقي المنتوجات. ولكن عندما يتم الاثمنه تخفض في السوق العالميه ما تنعكسش على المغرب. كاينه ميزانيه ترصد مهمه تدعى لها الدوله تتجعل القطاعات، ولكن ما تنعكسش على المغربي. اذا هنا تتحير الانسان المغربي. علاش علاش هذا هو السؤال؟ علاش؟ علاش؟ لان الحكومه كاين شويه خص شويه الوضوح. انا خص كل واحد يوصلوا النصيب ديالو قدر الامكان، من النمو او توزيع الثوره الثروه. يعني توزيع الثروه خص تكون واحد النسبه معينه كل المغربي يوصلوا لحد هذا ما تعملوا به حاليا. ولكن كاين هناك هي الحكومة تعمل خلاف الآخرين الحكومة السابقة، هي تعمل ولكن كاين هناك بطء، وأحيانا ما وصلتش الطريقة ولا الأسلوب باش توصل الأمور، مازال فيها أمور صعوبات. وهي معقولة لأن علاش؟ لأنك بعض المرات هناك من يستفيد ولا يستحق الاستفادة وتتقوم غربالة، ولكن مع المدة غادي تأسس لواحد النظام اجتماعي متكامل. إذا ولكن يعني بالنسبة لك أنت، ولكن هو عمل جماعي ماشي فردي. إذا نجحت الحكومة في أنها يعني تخفف من الوطأة تاع الموجة تاع الغلاء، تكون نجحت في الموسم الاجتماعي. إذا حلت هذا هذا ولا يهديهم المغربي هو الجيب ديالو، ما تهموش قانون الإضراب. قانون ولا قانون النقابات، هذاك شي قانون خباوي. هذاك مؤسساتي مهم عنده الدور ديالو، ولكن أهم حاجة عند المغاربة مو من طنجة لقويرة هو القدرة ما يأتي لي في جيبه المدخول ديالو اليومي للأبناء ديالو والأسرة. حنا تنعتمو بالأساس هو المغرب يكون متوازن. بالنسبة للمؤشرات غيكون انخفاض في الأسعار ولا غتلقى؟ حيت كاينة شي رؤية تشاؤمية وكذا تيقول بأن ارتفاع الأسعار غادي تيتصاعد ماشي غادي تنخفض. لا ماشي في مصلحة أي حد، ليس الوضع حرج وصعب. احنا في وضعية غير طبيعية، إذا لابد من غير طبيعية صعبة جدا. إذا خصوصا كما ذكرت راه مشكل ما، والعمل بجدية على هذا المشكل ديال الحل ديالو، خصوصا الماء الشرب. إذا ما يمكنش الحكومات تبقى تزيد وهذه الوضعية هكا في تدهور. إذا لابد أنها تقوم بالمراقبة مراقبه. ولكن الحكومه تقول هذا الشيء راه فوق الامكانيات ديالي، كما قلت لي حرب اوكرانيا المسائل هذه هي عوامل خارجيه. كاين الجفاف حتى هو كمبرر، ولكن هناك
أولويات خصها تعطي الأولوية. يعني الدور ديالها هو أن تخفض الأسعار. تخفض الأسعار حسب التصور ديالهم، ولكن كاين أولويات تعطيها واحد الإمكانيات أكثر حتى تتجاوزها، ومن بعد عادي تدوز المسائل الاستثمار. حنا في القانون المالية على ما روج الآن ما أن الحكومة خصت الاستثمار واحد المبلغ كبير ضخم ربما ما خانتني الذاكرة شي 58 مليار درهم ما خانتني الذاكرة. إذن ولكن انت يسمع الناس هذا الاستثمار هذا بالشكل الكبير غادي يمشي فين؟ غادي يمشي هذا المال واش غادي يمشي للمقاولة أو لا غادي يمشي للمغربي العامل المواطن؟ هنا خصنا نقولوا البشر راه أساسي، العنصر البشري خصنا نعطيه الوقت نعطيه الأهمية، خصنا نديرو اختيار واش المقاولة ولا العنصر البشري. خصنا نستثمرو في البشر أيضا، احنا في دور المقاولات في امتصاص البطالة وتشغيل إلى آخره والرواج الروحي، ولكن تعطي الحق واحد النسبة واحد الحصة واحد الاهتمام العنصر البشري. أما قانون الإضراب، لا بالنسبة لقانون الإضراب كسؤال أخير، يعني واش الحكومة الآن غتقدر أن تخرج القوانين اللي هي مثيرة للجدل منذ سنوات كما قلت وقانون الإضراب، قانون النقابات، قانون التقاعد، التقاعد والتقاعد أيضا. بالنسبة لهذا هنا كاين حتى هنا كاين ترتيب زماني، هو عطاو الأسبقية للإضراب. الإضراب عالميا حتى في منظمة لا غير واش الحكومة قادرة تخرج القوانين هي حاليا؟ هي دستوريا الحكومة دستورية من حقها خرج هذا القانون، القانون التنظيمي. ولاش لماذا احنا ما تنقولوش موازين القوى ان استغلت من ضعف النقابات هذا وهم، ما خصناش ناخذوا بان استغلت موازين القوى والناس استغلت واحد الظروف باش تمرير هذا القانون. القانون تم مرة بعد في مجلس الوزاري، اذا ما يمكنناش نسحبوه من البرلمان، اذا النقاش خصو يكون في البرلمان وتعطيه الوقت ديالو وكل واحد التنازل من الطرفين ومنطق التوافقات. لان قانون الاضراب راه ماشي اي قانون، لان تنظم اصعب حاجه هي واحد الظاهرة تسمى ظاهرة عفوية. الإضراب هو ظاهرة عفوية، ما غاديش نتسنى أنا 7 أيام 20 يوم باش ندير الإضراب. هناك حالات صعيبة، كاين الناس ما متوفرش لهم السلامة في بعض المصانع، في الديزيزي ما كايناش المصانع، ما كايناش مسائل الظروف العمل. إذن بحال كيف قالنا في التلسسفة تذكر ما وقع ديك الكارثه اللي وقعت في روزامور، مشات 55 ضحيه والموتى الى اخره، واش هاد الناس ما عندهمش ظروف كانت يقفل عليهم الباب؟ ما كاينش. او مازال راه كاين حالات، خصنا ما غاديش نجي ندير انت قانون الاضراب وما تراعيش هاد الظروف. اذا قانون الاضراب غاديروا الحكومه، ولكن ليس بهدف بالنسبه للتقاعد. بالنسبه للتقاعد هذاك بدون شك غادي يمر، لان ضروري يوقع عليه توافق. ولماذا؟ لان احنا مسبقا قديما احنا خفي احنا تقريبا في السنوات الاخيره من الولايه الحكوميه، واش في هذه الحوليه الحكوميه غنخرجوا اصلاح التقاعد ولا غادي تاجل عاوتاني حتى الحكومه الاخرى؟ لا، هذه الحكومه باقي لها عامين في عمرها، وهذه العامين هي مصيرية بالنسبة لها، حيت العام الاخير دائما تكون عام تاع انتخابات استعدادات. العام باقي لها تقريبا عام عمليا، ولكن هو عامين. لابد من المستحسن المطلوب، يعني المطلوب انها تعمل على اخراج هذه القوانين باش، لانها هي اعطت وعد تبنتهم وما يمكنش تماطل، خصوصا في قانون الاضراب. قانون الاضراب لان كاين اكراهات، وبالنسبه لهذا القانون خصو اولا لانه غادي ينظم العلاقات ما بين المشغل والاجير، ولكن اللي مشكل في القانون واللي عندها مشكله الحكومه انها ما تقومش، كاين واحد الشيء ما مشكل في التواصل لارضاء الطرف الاخر. خص التواصل. شكون الطرف الاخر؟ الطرف الاخر والنقابات.
خصوصا العقبات الكبيره خصنا قدام التوافق واقناع اقناع الاخرين بالتصور ديالك التصور ديالك لتنظيم هذا القانون التنظيمي. القانون التنظيمي راه جزء من الدستور، وانما كيف تلاحظ ان علاش لان كاين واحد القانون التنظيمي الان جا فيه طويل بزاف فيه 49 ماده، وإلا لاحظنا في العالم كله هذا هو اللي خلاف، وإلا لاحظنا في العالم كله الدول اللي دارت قوانين لتنظيم كاين اللي دايره كاين اللي خلات القضاء يحاول يخدم خدمته تتكون في حدود معينه. ففرنسا هي بعض المواد اللي منظمة في تونس تاهي منظمه لان موديل تونس ماشي بحال الدول العربيه الاخرى ما فيهاش الاضراب. حنا وتونس المغرب وتونس فين تيتمارس حق الاضراب بمعنى الحقيقي، الدول الاخرى راه ما فيهاش فهمتي كاين مشكل. تونس مثلا الى ما خاتني الذاكره راه تقريبا في مجلات الشغل او المدونه ديالهم مدونه الشغل المواد قليله اللي تنظم الاضراب. اذا خصها تراعي هذا ما ديرش تفاصيل وتضيق على العمل ديال النقابي واللي تيتجلى بالخصوص في حق الاضراب. سي عبد المجد شكرا جزيلا على قبول الدعوه. شكرا لك كادين متابعين قناه الفاس بارت، الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.